ينضم إلينا الناطق باسم هيئة الأركان في جيش الإسلام السيد حمزة بيرقدار. أهلا بك، نحن اطلعنا على المؤتمر الصحفي ولاحظنا تركيز القائد العام لجيش الإسلام على الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة النصرة، لما هذا التركيز؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم ومساء الإخوة المشاهدين، وتقبل الله منا ومنكم. حقيقة يعني جيش الإسلام بعد أن اتخذ قراره باستئصال جبهة النصرة من الغوطة الشرقية، كان ذلك من واجبه باتجاه هذه الثورة، فضلا عن الغوطة بشكل عام، للحفاظ على هذه البقعة التي لطالما سعى النظام بكل قوته وبكل قوة حلفائه السيطرة عليها وإنهاء وجود الثورة فيها، ويعني بسط سيطرته بشكل كامل. وهذا طبعا عندما تاريخ الثورة يظهر لنا أنه عندما كان النظام يعجز عن تحقيق هدف معين في منطقة معينة، كان يعتمد بذلك على حلفائه على الأرض. وحلفاؤه نوعان، نوع يعمل إلى جانبه في المعارك، ونوع يعمل داخل المناطق المحررة، إما من العملاء أو من هؤلاء الطغمة الفاسدة أمثال جبهة النصرة وداعش وجند الأقصى في الشمال وغيرها من هذه المسميات، التي كلها خرجت من رحم تنظيم القاعدة الذي شكل في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وبدأ يتجذر في المناطق الشرق الأوسط ليبدأ مسلسل الخراب والدمار في تلك المناطق. فلذلك كان من واجب جيش الإسلام وعلى رأسهم قائد جيش الإسلام الشيخ عصام بويضاني أبو همام العمل على إنهاء وجود جبهة النصرة في الغوطة، وكما أنهى أختها من قبل داعش، لأنها كانت تسعى لتطبيق عدة سيناريوهات، منها التهجير ومنها التسليم للنظام كما فعلت في الأحياء الشرقية من حلب. نعم، هل تم استئصال جبهة النصرة من الغوطة الشرقية؟ طبعا كما قلت، يعني نحن كما يعني ظهر في كلام الشيخ عصام، أننا نحن بفضل من الله عز وجل تمكنا من إنهاء وجود جبهة النصرة بنسبة 80% تقريبا، وبالتالي بقي لهم فلول إن شاء الله تعالى يعني قادرون على إنهاء وجودهم في الغوطة، لتكون الغوطة إن شاء الله تعالى خالية من وجود هذا الفكر الخبيث والذي يسعى إلى تلويث عقول الناس والعمل على الاعتداء على الفصائل بتصنيفها بمصطلحات عفنة كالتكفير والصحوات والردة والعمالة وغيرها، وأيضا يعني يضع أسباب هذا الاعتداء بذهاب تلك الفصائل إلى المؤتمرات الدولية مثل أستانا وغيرها. يعني هذا العمل أعتقد أنه لا يستفيد منه إلا نظام الأسد المجرم الذي يسعى بكل طاقاته وإمكانياته لإخماد الثورة وإنهاء وجودها، وبالتالي لا يمكن لأي عاقل ولأي مؤيد للثورة ولأي ثوري ومجاهد حر أن يقبل بهذه الأعمال وهذه الحماقات وهذه الجرائم التي ترتكبها جبهة النصرة. وتاريخ تنظيم القاعدة شاهد على ما فعلته في البلاد الشرق الأوسط، مما أدى إلى خرابها ودمارها. نعم. وهذا إن شاء الله تعالى ما لا نسمح به في الغوطة. الناطق باسم هيئة الأركان في جيش الإسلام حمزة بيرقدار، شكرا جزيلا لك.